الكلمة اللي بتعبر عن خبرتي ببرنامج ألوان هي الاختلاف، العطاء، تضامن، الوحدة، الإنسانية، عائلة، خدمة، تعايش، الإنسانية، تعاون، عدم التمييز، احترام الرأي الآخر، تضامن، الحرية، السلام. دربنا أديان كأساتذة على مفاهيم هن التنوع الديني والشراكة وخدمة المجتمع. لي فوق 3 سنين بهالبرنامج، وكل سنة بقول اكتفيت من البرنامج، ما لازم بقى فوت أعطي الدور لغيري، بس كل سنة برجع بقول لا، في شيء قصة لازم أعمله. التلاميذ كانوا كتير مبسوطين بالخدمة الاجتماعية وحابين يشتغلوا من قلبهم. شغلي يلي كتير لفتت لي نظري أنا ويلي أنا بقيمي فيها، إنه وقتا نحن بنشتغل سوا وبنتعب سوا وبنعرق سوا، هون عن جد مش بس نتعرف على بعض، نتعلم نحب بعض، نتعلم نبني شيء جديد مع بعض، بقى هيدا كان شيء كتير كتير حلو. الخدمة الاجتماعية اللي عملوها هي تثبيت بأرضهم على المواطنة اللي هن عايشين فيها، تعيشون على إنه نحن هون بقيين، إنه بلدنا هو لبنان ونحن بقيين هون ونحن وراكم ما تعتلوا هم. شو ما كان ما في فرق بالإنسان. يمكن لما برنامج ألوان ما كنت أنا هلأ جيت عملت عمل تطوعي وخليت هالتلاميذ الصغار إنهم ينبسطوا وقدمت لهم أكثر مما في إن أقدم لهم. أنا كثير بشكر ألوان إنه أعطونا هيدي الفرصة إن أنا أتعرف أكثر على ناس من غير مناطق. الخبرة اللي اكتسبتها من خلال نادي ألوان هو إنه قدرت أتعرف على الآخر، الآخر اللي كنت أسمع عنه بس بمحيطي ما كنت شوفه. كنا عم نربط لنا عطول عملية الزرع بأنه مثل كأنه عم تبني لبنان مع هالشباب اللي حاطين أملنا فيهم. نادي ألوان شفت لبنان الحلم. اخترنا هيدي الساحة بمنطقة الشياح اللي شهدت أحداث صعبة أيام الحرب اللبنانية، وكانت خط ماس بيفصل بين عدة مناطق. ألوان علمني إنه اختلافنا هو نعمة، هو منه نقمة، اختلافنا بيجمعنا وما بيفرقنا. مين رح يرجع والحق ما بيموت؟ ومثل ما ألوان قوس قزح المختلفة بتخلي القوس يضوى، خلي نحن اختلافاتنا تخلي تضوي فينا ليضوي لبنان أكثر وأكثر. عاملين نشاط ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة، نقول لهم انه نحن اخوة وما كنا وشو ما كان طائفتنا. اللي هي خدمة المجتمع، كيف بيصير في إعادة تدوير للنفايات. عم نعمل شيء هالمجتمع. كنا مع بعض أكثر من شيء 5 ساعات، ما فكرنا بشيء غير إنه نساعد بعض، ومهم الخدمة الاجتماعية تكون إنسانية.
بيطرنا بيتين بدهم صيانة دهين وورقة وطبليت في مطارحة في بلاط مكسر إلى آخره. كما أنه اخترنا غرفة لأولاد فرشنا لهم هي، وهذا هو كان نشاطنا الاجتماعي لهالسنة. نعمل هيدا النشاط اليوم كرمال نرجع البسمة على الكبار بالسن ونفرجيهم انه بعد في حدا بيهتم فيهم وبيسأل عنهم. كل هالأحداث نحن بعدنا انه في نشاطات هيك بتوحد المجتمع وبتخلينا نحن نتماسك أكثر. اللي تعلمناه هي كيف بتبنى روح المحبة والتضامن بين الآخرين. I learned more about other people's religion and culture. نحن نادي ألوان كرمال حملة المحاضرات تحت ركبتنا. بعض منهم بيعرف أشخاص بتعاطى مخدرات أو إدمان، عندها إدمان على المخدرات. خلونا نساعدها وندلها على الجمعية مشان ما تخلص حياتهم وما تخلص حياتهم. أول محاضرة تختص بالإدمان على المخدرات بيكون لها هالقد تأثير إيجابي علي أنا شخصياً، أكيد مثل ما لمستني أنا من جوا بعتقد إنه هذا شعور الواحد بيكون حاسس. لقينا حاجة بمركز السياحي بجبال، حاطين على معاد شغلة كتير صغيرة من انطلقنا مشان نطور شغلنا ونعمل هيدا البريد السياحي موسع أكثر. تعرف على منطقة جديدة ما كنت بعرف فيها، تعرف على ناس جداد.